غادي ناخذو معنا خديجه ام امام الرشيديه. صباح النور لاله سناء. لاباس عليك لاله خديجه؟ صحه لاباس كلشي بخير الحمد لله الله يبارك فيك. العائله والطاقم جميع المستمعات بارك الله فيك. المغربيات الحاد كات كنسلم عليكم وكنحييكم وتوحشتكم بزاف بزاف. الله يبارك فيك. واخا ان شاء الله اليوم واخا شديت دورت الخط الحمد لله غنعطيك جوج ديال لي كلاس. اييه وواحد البريوش اللي خرجت اللي بغى يخرج. اييه فعلا هادشي اللي كاين. واخا نبداو بالكلاس الاول كيخرج كميه كثيره وكيجي رائع. في اربعه ديال البيضات. اييه نغسلوهم مزيان ونخليهم جانبا كنزين نديرو الاصفر بوحدو والابيض بوحدي. وكريم شونتي غبرة وربعة المعالق ديال الحليب غبرة وربعة الخمارس ديال الفاني وجوج كيسان سكر كلاسي. هادشي اللي فيه. واخا تعاودو كناخدو بياض البيض كنضربوه هو سكر كلاسي حتى كيطلع ونخليوه جانبا. كنضربو الاصفر نخليوه حتى هو جانبا ونضربو كريم شونتي مع الفاني وحتى كيطلع ونخلطو شويه بشويه. كندخلو داك بياض البيض كنكبو عليه شونتي وحنا كنخلطو بشويه والاصفر البيض هو مطرب حتى كندخلو العناصر كامله. ها هو موجود عندنا الكلاص كيجي رائع في المذاق بحال هذاك ديال لي كورني. بغينا نسموه كنقسموه وكنديرو الروح ديال الفريز الروح ديال الحامض الروح اي نكهه اللي بغينا صافي كنديروه. انا كنديرو في هذوك اللي الفلون وكنعمر بهم الفريكو وقت ما بغيتي تبردي راه كتجبدي واحد كل واحد عدد الافراد الاسره وكتقدميه بالصحه والراحه رائع. لا تكسر فوق منه لوز ايفيلي ولا اللي بغيتي ولا غير هاكو صلصه الكراميل ولا الشوكولات اللي موجود. قلتي لنا خديجه في المقادير جوج اكياس ديال الفاني لنا. أربعة د الأكياس ديال الفاني. أربعة الأكياس ديال الفاني صافي باش الناس أربعة الفانيات الأكياس ديال الفاني. أربعة البيضات. جوج كيسان سكر كلاسي. اللي بغا ينقص ينقص ماشي مشكل. هي الحلاوة على حسب. الحلاوة وربعة ديال الحليب مضربة مع كريم شونتي مع بكية كريم شونتي. صافي هادشي اللي كاين. إيه واخا. نمشيو للآخر. الآخر فيه جوج العناصر ولكن راه كيجي رائع. فيه حليب مركز محلى كراميل. كنضربوه حتى هو مع شونتي. علبه شونتي بودره مع الحليب. بودره هادو بجوج صافي ونقسموهم على ثلاثه. واخا الا سمحتي فك باش الناس يفهموا قلتي لنا الحليب مركز محلى كراميل يطرب مزيان مزيان مع مع كريم شونتي نطرب مع ربعه الحليب هكذاك ديك العلبه ديك الكرتونه ديال الشونتي غبره شونتي مع مع ربعه الحليب كنطربوهم مزيان يكون بارد مزيان باش يطلع لينا. نضيفوا النيسلي كراميل نخلطوهم صافي ونقسموهم على ثلاثه. هاد جوج العناصر كيجي رائع كيجي بحال دوك الغاليين. اييه صافي كنديروا روح ديال لافوكا كراميل الشكلاط كاين دابا النوكا كنقسمو. بغيت نخليها هكاك كنخليها هكاك ماشي مشكل. واخا بغيت نديرو في اون طارت زعما باش نقدمو من المورا كاكم ديسير هي هذيك. بغيت نديرو غير في الكويسات ولا شي حاجه فاش غنقدمهم فرديه نقدمهم ماشي مشكل.